بالنسبة للدجاج، الدجاج هاد اليامات اخويا طلع بزاف، البارح 26 درهم، اليوم 26 27 27 درهم، غالي اخويا على المسكين بزاف. قليل اخويا النسبة، كاين تستعمل بزاف في هاد العواشر، فهمتي؟ يا علاش اخويا الدجاج قليل شوية. بالنسبة للدجاج الرومي عادي يبقى غالي اخويا، هكا حتى المورا العيد عادي يبقى غالي. انت قليلة السلع، الرواش شوية اخويا على قد الحال، كله تيدي جهدو، كاين اللي تيدي في الروج، كاين اللي تيدي جوج، كاين مور ربعة، كله جهدو اخويا في هاد الغلا هاد. يعني أول مرة توصل هاد الثمن ولا؟ بعدا شحال هذا ما بقينا سمعنا هاد 500 وشي حاجة. أقول مدة واحد 5 سنين 4 سنين هادي باش وصل هاد الثمن هاد. وهاد العام اخويا راه السلعة غالية، فين ما مشيتي غالية، أي حاجة غالية. الدجاج البلدي تا هو وصل 75 درهم وما كاينش، بعناه ب 70 درهم في رمضان وقليل شوية، دروكا واصل 75 وما كاينش. سولنا اخويا، سولنا على صحاب الجمالة، قال لنا الدجاج عادي يبقى هكا، الدجاج يقدر كاع يتزاد، حنت قليل شوية. دابا سلعة السوسان اخويا، سلعة الصدر، هذوك اللي تيديو الصناكات هي اللي قلات هاد السلعة، هي اللي غلات كاع هاد الدجاج. دابا قليلة الصدر اللي قليل، سلعة السوسان تنكومونديو عليه في الليل، تيجينا حتى الكاميو تاع الصباح، تيجينا هنا قدام المارشي تنقضيو الغرض، دخل سلعتك ما بقاش زعما سوال وسير جيب، وعادي تيجيك الكاميو حتى لهنايا. ترونسبور موجود، ولكن حتى هما تيحسبوا الترونسبور ديالهم ملي تيمشيو لشي بلاصه بعيده ولا شنو، تيحسبوا حتى الترونسبور ديالهم. مثلا تزيدوا بغيو يزيدوا واحد الدرهم ونص، تزيدوا حتى هما 2 دراهم في الكيلو، حنت الترونسبور بعيد اخويا. الناس اخويا البارح نيت اكثريه مدهشرين تاع عباد الله، اكثريه تيسولوا على الثمن، تسمع 500 وشي حاجه تيزيدوا في حالهم، قليل تيتقدى. بزاف اخويا والله الا بزاف، 520 راه مثلا جايبي دي 4 ولا 5 تيصدق ندي واحد ولا جوج، تيلقى 540 ولا 520 تيدي واحد ولا جوج، ولا تيدي كاع غير المقرد، هذوك الفخيضات تيدي شي شويه يقضي بهم وصافي.